Good morning, my kids. صباح الخير يا أطفال يا حلوين. I wish you happy. أنا أتمنى لكم إن أنتوا تكونوا مبسوطين معايا النهاردة. النهاردة هناخد a new story. دايما في الكونكت بلس بيبقى عندي story في آخر إيه؟ آخر اليونت. بص معايا كده العنوان بتاع الستوري بتاعتي A baby frog. يعني إيه يا ولاد A baby frog؟ baby frog يعني ضفدع صغير. يلا نشوف بينا كده الضفدع الصغير ده هيقابل النهاردة أصدقائنا إيه؟ دينا وآدم and مامي. النهاردة كمان معاهم مامي فين؟ في الستوري. النهاردة مامي هتعلمهم حاجات كتير عن الإيه؟ عن البيبي فروج. يلا بينا نشوف كده دينا صاحبتنا النهاردة هتحكي لنا إيه؟ هلو دينا. هلو مامي. عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. يلا بينا كده نحكي لأصدقائنا الحلوين النهاردة شفتي ايه في المكان الجميل اللي انت فيه ده. What's this, Adam? Is it a fish? Let's ask mommy. Mommy, what is this? This is a baby frog. بصوا يا ولاد كده يا حبايبي النهاردة النهاردة يا ولاد دينا صديقتنا وآدم ومامي في مكان جميل في حديقة. بص يا ترى كده دينا بتسأل بتقول ايه؟ What is this؟ ما هذا؟ بتشاور على ايه؟ شايفينه يا ولاد؟ ايوة شاطرين ده ضفدع. بتقول What is this؟ آدم قال لها ايه؟ Is it a fish؟ دي سمكة؟ هل هذا سمكة؟ هو ده سمكة؟ Let's ask mommy. يلا بينا نسأل مامي. آدم بيقول إيه يا ولاد؟ مامي What is this؟ ما هذا؟ مامي بقى قالت لهم إيه؟ انتوا شايفينه يا ولاد ده إيه؟ يا حبايبي ضفدع. This is a baby frog. ضفدع صغير. مامي بصوا يا ولاد مامي بتقول إيه؟ The baby frog is a living thing. يعني إيه؟ الضفدع الصغير ده بيكون إيه يا ولاد؟ بيكون كائن حي. ليه يا ولاد كائن حي؟ عارفين ليه يا ولاد كائن حي؟ عشان بياكل وبيشرب وبيتنفس، صح؟ بصوا كده دينا وبيكبر شاطرين وبينمو. بص كده معايا دينا هتقول لنا ايه النهارده. مامي does it grow؟ Yes it grows to be an adult frog. ايوه طبعا ده بيكبر علشان يكون ايه؟ ضفدع كبير. هو صغير بيبي بس كل ما هياكل وهيشرب ويتنفس ايه اللي هيحصل له يا ولاد؟ هيكبر زي ما انتوا يا حبايبي يا حلوين كده كل ما بتاكلوا وبتشربوا هتكبروا وتبقوا شاطرين وجمال. مامي how can we help the baby frog؟ بصوا دينا يا ولاد دايما دينا بتسال كده وبتقول ايه؟ ازاي نقدر نساعد البيبي فروج؟ هنساعده ازاي يا ولاد؟ بص كده صديقتنا البيزي بي جاية وطايرة وجايبة لنا حاجة جميلة. بتقول ايه؟ What do frogs need؟ يا ترى الضفدع ده او الضفادع يا ولاد بتحتاج ايه؟ تفتكروا كده الضفدع بيحتاج ايه علشان يكبر يا ولاد؟ مامي frogs need water. They need food. There is water. There is food. Yes the frogs are growing. ادم بيقول ايه؟ frogs الضفادع frogs and water محتاج ضفادع والميه they need food. frogs need water الضفادع بتحتاج ايه يا ولاد؟ بتحتاج الماء they need food. وايه هيحتاجوا ايه كمان يا ولاد؟ food طعام. ينفع تعيش من غير اكل يا ولاد؟ لا دي محتاجه طعام وايه كمان؟ وايه؟ وشرب ميه. دينا قالت ايه؟ اهي اهي There is water. بيوجد مية. There is food. ويوجد طعام كمان. Yes. The frogs are growing. كده الضفادع ايه اللي هيحصل لها يا ولاد؟ هتكبر وهتنمو. صح؟ We are. بص بقى يا ولاد يا حبايبي يا حلوين. يبقى الدرس اللي احنا تعلمناه من القصة الجميلة دي لازم نكون ايه؟ لازم نكون طيبين. عاطفين على الحيوانات. نهتم بيهم. We are kind to animals. لازم نكونوا ايه؟ عارفين احتياجاتهم ونلبيها. تمام؟ حد هيأذي الحيوانات تاني يا ولاد؟ لا.
وحشتوني وهتوحشوني في كل ايه في كل قصة. يلا جود باي.